السلام عليكم. اليوم بغيت نقدم لكم تطبيق خاص بالمعلومات الطرقية ماغول. هذا التطبيق سهرت عليه وزارة الجهاز والنقل واللوجستيك باش تسهل على السائقين التنقلات ديالهم. الهدف ديالو هو إعطاء السائقين معلومات مهمة على الأحداث اللي كاينة على الطريق والأخطار اللي يمكن يواجهوها كسائقين. التطبيق يعطيكم الصلاحية باش حتى نتوما تبلغوا بالأحداث اللي يمكن تصادفوها على الطريق. هذه المعلومات حول حالة الطريق والمخاطر اللي يمكن تصادفوها غادي تسهل عليكم تدبير التنقلات ديالكم. غادي نشوف معكم الخدمات اللي كيوفرها التطبيق باش السائق والركاب اللي معاه يمكن لهم يصافوا في امان وسلام. نبداو بخريطة الطرق المعطلة. الخدمة غادي تمكنكم من التعرف على جميع الاحداث اللي كاينه في الطريق. هاد الاحداث يمكن تكون اشغال في الطريق بحال توسيع وصيانة، بناء قنطرة، أو أحداث اللي كتقطع الطريق بحال تساقط الأحجار، فيضان، تساقط الثلوج أو حادثة سير. من خلال الخريطة واللائحة كتوضح لكم تمركز ونوعية الأحداث اللي موجودة على الطريق وكذلك التاريخ وساعة النشر للحدث. يمكن لكم تحققوا بدقة من كل حادث بالضغط على المعلومة، ويمكن لكم تبحثوا على مكان معين وتطالعوا على الأحداث اللي في الطريق، وكيتم تحيين الأحداث كل ما دعت الضرورة. يمكن توصلوا بآخر الأحداث بطريقة أوتوماتيكية، ما عليكم إلا تحددوا المكان ديالكم عبر خدمة لاجيولوكاليزاسيون وتحددوا محور الأحداث على هذا الشكل. قبل ما تسافروا يمكن لكم تطالعوا على المسار ديالكم. دخلوا في التطبيق نقطة الانطلاق والوجهة اللي انتم قاصدينها. التطبيق غادي يعطيكم معلومات بحال مدة استغراق السفر، المسافة، وجميع نقاط الأحداث اللي شفنا وكذلك نقاط الحذر. بالفعل التطبيق كيحسم مجموعة من نقاط الحذر على الشبكة الطرقية. هذه النقاط كتشمل جميع الأخطار اللي يمكن تواجه السائقين على الطريق بحال خطر الفيضان، تساقط الأحجار، الضباب، الرياح القوية إلى آخره. عند الاقتراب من هذه النقاط خاص السائقين يزيدوا من انتباه ويردوا بالهم، وإذا كانت الطريق مسدودة التطبيق كيقترح عليكم طريقة أوتوماتيكية طرق البديلة الممكنة. إذا كنتوا في الطريق وصادفتوا شي حادث بحال حادثة سير أو فيضانات أو عائق في الطريق، يمكن لكم دوركم تبلغوا على الحادث بالوصف ديالو، تحديد المكان، ويمكن لكم تلتقطوا صورة. المعلومات اللي كتصيفطوا كيتم المعالجة ديالها والتأكد من صحتها من طرف الوزارة قبل النشر ديالها. إذا كنتوا في الطريق واحتاجيتوا النجدة، التطبيق كيقترح عليكم قائمة خاصة بأرقام الإغاثة ديال الوقاية المعدنية، الدرك الملكي، الأمن الوطني، طرق السيارة، ومركز الاستعلامات الطرقية. يمكن لكم تصلوا بإحدى المراكز مباشرة من التطبيق. كنذكركم بلي هذا التطبيق متواجد بالمجان على أب ستور وجوجل بلاي. تبقوا على خير. سلامتكم أولويتنا.